كنتمنى نلقاكم نتوما كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم هالطرطه المالحه، كتجي رائعه وكتجي زوينه بزاف، انا متاكده غادي تعجبكم. ولا عجبتكم ما تنساونيش من التعاليق من لي لايك وبارطاج مع احبابكم وصحابكم الى عجبتكم. طبعا غادي ندوزو للمقادير، الطريقه ديال التحضير. ندوزو للمقادير على بركه الله. كنحتاجو في الطرطه المالحه كنحتاجو فيها زلافة ونص ديال الدقيق النوع الممتاز، كنحتاجو فيها جوج معالق ديال الزبدة كبارين، علبة ديال الكريم فريش، جوج ديال الطماطم مقطعين بهذا الشكل، الكفتة القدر اللي عندكم موجود، يمكن تعوضوه بالعداند او بالعداند او بالدجاج. كتحتاجوا فيها الجبن الابيض هذيك الموتزاريلا، البزار شويه ديال البزار، شويه الملح معلقه، والملح على حسب الذوق، الفطر عندي هنايا واحد الكميه لا باس بها على حسب الموجود كما كنقول لكم عندكم، تقدروا تستغناو عليه ما عندكمش. مشحر شويه ديال الزبده والبزار، الفرماج، الجبن الاحمر، خمسه ديال البيضات، والماء باش غادي نجمعوا الخليط. صافي كيبقى على حسب الدقيق، المهم خصو يجي بحال العجين ديال البيتزا. وهذا طارطه ولكن كيجي بحال العجين ديال بزاف الطريقه. كنحطوا الخليط ديال الدقيق ديالنا عفوا، كنمزجوا معاه ديك الزبده مع الملح والابزار، وكنحاولوا نبسبسوه غير بين الاصابع ديالنا مزيان، حيت هاد العجين هذا ما كيتدلكش كيبقى مبسبس هكاك. كنبقاو نبسبسو هكا الدقيق مع الزبده مع الملح والابزار حتى كنحسو بالعناصر مدمجو لنا كاملين. عاد كنخلطو بالماء، وحتى فاش كنخلطو بالماء ما كنعجنوش الخليط، كنحاولو غير بالاصابع ديالنا على ما كيتجمع لنا وشكلنا واحد العجين متماسك. في دابا كندوزو باش كنعجنوهم، كنعجنو بالماء، والماء كيبقى على حسب الخليط كما قلت لكم، كيجي مبسبس ما كيجيش جاري وما كيجيش قاصح، كيجي بينه وبين. انتما كنحاولوا غير نجمعوا العجين ما ندلكوه ما والو، غير نبسبسوا بين الاصابع ديالنا باش يتجمع لنا العجين. كيجي بهذا الشكل هذا كما قلت لكم، ما كيتعجن ما والو، غير كنجمعوه بالاصابع كيجي هكا. وكنمرو في السلوفان وكنديرو في التلاجة على ما يطلق شوية، وفي نفس الوقت حنا داك الوقت كنستغلو كنوجدو الكريم ديالنا، وكنوجدو هاديك الحشوة اللي غادي نرافقو معاه. ندوزو لتحضير الكريمة، كنحتاجو فيها كيما قلنا غنفقاو البيض ديالنا، صافي كنحاولو نضربو هداك البيض، كنضيفو الملح مع الإبزار، كنضيفولو لاكريم فريش، صافي كنضيفو لاكريم فريش، قشطة طرية، أي نوع متواجد عندكم كيما قلتلكم. كنضيف الجبن موتزاريلا، كنديرو في وسط الخليط، كنخلطو الخليط مزيان باش يندمج. حتى كينسجمو
كلشي العناصر مع بعضهم، كنخلطو مزيان مزيان. كترجع لنا خالد كريمي، هانتوما كيما كتشوفو تترجع الخليط بهذا الشكل هذا. صافي كنحطو على جنب وكندوزو باش كنوجدو العجين ديالنا. صافي دابا كندوزو كنسرحو العجين على شكل مستطيل، كنحاولو ما نرققوه ما نغلطوه. يجي السمك شويه ماشي غليظ ماشي غليظ وماشي رقيق. اصلا دغيا كيبقى يتمشى الخليط مع الزبده، كتساعدو باش كيتمشى. صافي حنا كما قلت لكم سرحنا بهذا الشكل. دابا غادي نحطو فوق المول ديالنا، وديك الساعات غادي نقادوه للجناب نحيد له كاع ديك الزوائد اللي كاين ديالنا. كنهزو العجين بهذا الشكل هذا وكنحطو فوق. وهنا كنحاول نحيد هذاك الشيء الزائد كله كنحيده. هانتوما من بعد ما قدينا العجين فوق على المول، كنحيدو هادوك الزوائد اللي كاينين، كنجيو كنقادوه بالسكين باش كيجينا على هاد الشكل هذا. دابا غادي ندوزو التزيين ديالو. كنستفو حبات ديال الطماطم ديالنا اللي قطعناهم قبل دوائر، كنستفوهم بهاد الشكل فوق العجين. بعد كنجيبو الكفتة اللي عندنا كنوزعوها على فوق العجين بشكل متساوي. صافي من بعد كندوزو كنوزعو حبات ديال الفطر، كنوزعو هداك الحبات ديال الفطر على العجين كامل. كنجيبو هذاك الكريمه اللي كنا وجدنا وكنكبوها على الخليط بشكل متساوي. صافي من بعد ما كنوزعو هذاك الكريمه كندوزو كنديرو هذاك الجوب الاحمر، كنزينهم فوق كامل فوق الطرطه ديالنا. ملي نشوفو زياده ديال كندخلوها للفرن، حتى تنحسو بها طابت من التحت، عاد كنشعلو ليها من فوق باش كتجي الطرطة ديالنا. من بعد ما طابت شوفو كيفاش كتجي، كتجي غزالة ومتماسكة وزوينة. أنا متأكدة أنكم إلا دقتوها غادي تعجبكم، غير جربوها. كتصلح كطبق العشاء خفيف فهاد الصيف هدا، كتجي كتجي زوينة حتى في المذاق. هانتوما غادي نقطعلكم وتشوفو كيفاش كتجي من بعد. شوف كيفاش كيجي القوام ديالها، كتجي رائعة وزوينة حتى في المذاق. هانتوما شوف كيفاش كيجي الشكل ديالها، هانتوما شوف كيفاش كتجي، كتجي زوينة بزاف حتى في المذاق.
صدقوني اللي غادي تعجبكم. دابا غنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساونيش من البارطاج. يلا باي باي.